هكمل كلامي مع حضراتكم مره تانية. زي ما قلت لكم انا الحقيقه خلال المواسم السابقه او هبدا مع حضراتكم بكلامي ان انا بحابب ان انا احيي كل زمايلي اللي كانوا متواجدين في البيت الكبير خلال الموسم السابق. الحقيقه عملوا شغلهم وعملوا جهد عالي جدا خلال الموسم السابق، ولكن احنا بدانا موسم جديد النهارده اولى الحلقات، ولان البيت الكبير دائما يجب ان يكون هو بيت كل الاهلاويه وبيت كل الناس، عندنا حلقه متميزه جدا جدا النهارده، واتمنى ان هي تعجب حضراتكم، لانه هيكون عندي النهارده الكابتن التاريخي للنادي الاهلي، او هيكون ضيفي النهارده الكابتن التاريخي للنادي الاهلي كابتن شادي محمد. هتكلم معاه في حاجات كتيره جدا، هتكلم معاه في ذكريات، هنتكلم معاه ايه اللي بيحصل الايام دي، هنتكلم معاه في كل ما يخص النادي الاهلي من وجهه نظر واحد من اهم اللاعبين ومن اهم كباتن النادي الاهلي اللي كانوا متواجدين خلال فترات طويله جدا وسيظلوا متواجدين الحقيقه في ذهن جمهور النادي الاهلي وفي قلوب كل جمهور النادي الاهلي.